إسرائيل مستمرة في التوغل داخل شمال قطاع غزة، ولكن تحت وطأة خسائر كبيرة. كل متر محسوب من 360 كيلو مترا لقطاع غزة بالنسبة لكتائب القسام وكذلك الفصائل الفلسطينية. كل هذا التقدم الإسرائيلي وما جرى يأتي بشكل واضح من آخر تحديث صدر على الوور مابر وكذلك معهد دراسات الحرب، بالإضافة إلى مصادر قادمة من داخل قطاع غزة من صحفيين نشروا عددا من المقاطع التي وضحت بالضبط ما الذي جرى. الحديث هنا بالنسبة للوور مابر ومعهد دراسات الحرب الذي وضحوه تماما الحديث عن تقدم جديد للجانب الإسرائيلي بعد وصولهم إلى شارع صلاح الدين وبعد تقدمهم بشكل أكبر. هذا التقدم قد تغير وأصبح أكبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي. كل ليلة مهمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بعد عمليات القصف والتوغل التي يحققونها من القصف، يستفيدون تحت الغطاء الناري من الضربات في الليل للتقدم. طبعا بكل تأكيد الجيش الإسرائيلي كان قد حقق تقدما في الأيام القليلة الماضية إلى طريق صلاح الدين وقطعوه في هذه النقطة تحديدا، وبعد ذلك يوم أمس كان واضحا لهم بأنهم تقدموا باتجاه مجمع النور السياحي ومستشفى الصداقة التركي ووصلوا إلى هذه المنطقة وقطعوا هذا الطريق الذي يصل إلى الطريق المهم للغاية أولا، وهو طريق الرشيد، آخر الطرق المرتبطة بشكل مباشر طبعا بمدينة غزة شمال قطاع غزة. الآن الجيش الإسرائيلي استفاد تماما من الوضع وقام بالسير والسيطرة وفرض المزيد من السيطرة على طريق صلاح الدين، واستفادوا من هذا الطريق وتقدموا إلى العمق بهذا الاتجاه باتجاه تل الهوى التي ترونها هنا طبعا، وأغلقوا هذه المنطقة وأصبحت تحت سيطرتهم بالكامل. وهذا يفتح الباب للجيش الإسرائيلي طبعا أن يفكر بشكل واضح وإيجابي للوصول إلى طريق الرشيد الذي نتحدث عنه، والذي لم يتبقى على إسرائيل إلا أقل من كيلو متر واحد، تقريبا 870 مترا أو 800 متر تقريبا، وقد يصلون لطريق الرشيد هذه الليلة تحديدا بالنسبة للجيش الإسرائيلي مع هذا التقدم. وأيضا بأن الإسرائيليون أيضا لديهم قدرة على عملية التقدم لفرض سيطرة على هذا الطريق الذي لا يسيطرون عليه حتى هذه اللحظة. يبقى هذا الطريق هو الطريق الصعب طبعا بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يمتد إلى هذه المستشفى، وهي مستشفى الصداقة التركي طبعا للسرطان، وهذه قد خرجت طبعا عن الخدمة بسبب عدم وجود الوقود الكافي للمولدات لتوفر الكهرباء. وبالتالي الجيش الإسرائيلي من الممكن أن يفكر أيضا بإغلاق هذا المربع والسيطرة عليه بشكل أكبر، ولكن هنالك بالتالي يعني بشكل عام الجيش الإسرائيلي بهذا الشكل هو تقدم كما تلاحظون. هذه المنطقة المهمة للجيش الإسرائيلي التي تحقق فيها وتحققت فيها عملية التقدم، ولكن الفصائل الفلسطينية بكل تأكيد هي لا تقف متفرجة على الجيش الإسرائيلي وهو يحقق كل هذا التقدم في هذه المنطقة، لا أبدا، بل إن الفصائل الفلسطينية تقاتل في تل الهوى طبعا وتحاول التصدي لهذا التقدم الجديد. أيضا لديها عمليات تصدي بالأسلحة المضادة للدروع من سلاح طبعا الياسين 105، أيضا يستخدمون هذا السلاح مع الهاونات وغيرها في عملية التصدي لهذا التقدم الإسرائيلي. وأيضا في نفس الوقت قاموا بهجوم مثير تحدثت عنه الفصائل الفلسطينية باتجاه خاصرة هذا التقدم الإسرائيلي الذي ترونه هنا في منطقة جحر الديك. هذه جحر الديك التي ترونها، وهذه المنطقة فجأة ظهرت الفصائل الفلسطينية لتضرب هذه المنطقة وخاصرة هذا التقدم. وطبعا عملية ضرب هذا التقدم الإسرائيلي هو أدى إلى خسائر في الجانب الإسرائيلي بحسب ما تحدثت عنه الفصائل الفلسطينية. طبعا الجانب الإسرائيلي يتحدث عن الخسائر التي تعرض لها، لا يقول أين حدثت بالضبط، ولكن بعد هذا الهجوم إسرائيل قالت بأن الكتيبة الثالثة عشر من اللواء طبعا من إحدى الألوية الموجودة وهو لواء جولاني، الكتيبة 13 من اللواء جولاني كانوا قد تعرضوا، كان هنالك قتلى من الجيش الإسرائيلي، وأن هنالك حتى 20 من الجنود الإسرائيليين قد قتلوا بسبب المعارك التي تجري، ويبدو بأنهم قد قتلوا بسبب هذه الهجمات التي تأتي على كل النقاط من هذا الرتل الإسرائيلي الكبير. والفصائل الفلسطينية طبعا واضح جدا أنها تهاجم من جميع النقاط هذا الرتل وجانب الإسرائيلي.
الإسرائيلي يعني لديه صعوبة في عملية ضبط إيقاع هذه الهجمات التي تأتي ضده، لأن الفصائل الفلسطينية ببساطة تعتمد على حرب العصابات، حرب الشوارع، وتستخدم الأنفاق التي يعني يمتلكونها الكثير، المئات بل الآلاف من الفتحات للأنفاق الخاصة بهم موجودة حول قطاع غزة، والتي تشكل مشكلة للجانب الإسرائيلي. إسرائيل لا تعرف أين تقع كل فتحة من هذه الأنفاق، وهذا ما تستغله الفصائل الفلسطينية، تظهر تهاجم وتنسحب مرة أخرى تحت غطاء الناري. هذه هي الطريقة المعتادة، الفصائل الفلسطينية تهاجم هذا الرتل بشكل مكثف لأنها لا تريد لهذا الرتل أن يصل إلى الطريق الذي تحدثنا عنه، ألا وهو طريق الرشيد هنا بهذا الاتجاه، لأنها تريد الإبقاء على مسألة الإمدادات الخاصة بهم، تبقي هذه المنطقة مفتوحة لفصائلهم طبعا لكي يعززوا القوات الموجودة هنا وأسلحة زملائهم الذين يقاتلون هنا في شمال قطاع غزة، وأيضا يبقونها كنقطة للانسحاب للفصائل الفلسطينية بهذا الاتجاه في حالة كان هنالك إطباقا على هذه المدينة وأصبح الموقف صعبا للغاية. طبعا الأمر ممكن من الأنفاق، ولكن لا بد من منع إسرائيل من قطع هذه المنطقة، هذا هو الهدف للفصائل الفلسطينية بكل تأكيد. ولكن لا علينا لا نتفاجأ أبدا إذا قامت إسرائيل بالسيطرة على هذا الطريق هذه الليلة تحديدا، لأن الليالي دائما هي لصالح إسرائيل في مسألة التقدم على الأرض بكل تأكيد. أيضا التقدم الإسرائيلي يأتي باتجاه البحر المتوسط، بمحاذاة البحر المتوسط هنا، وهم يخوضون حرب شوارع مع الفصائل الفلسطينية بشكل مستمر. هذه الشوارع التي يجب أن نتحدث عنها اليوم هي عدد من الشوارع المهمة، هذا هو شارع البحر الذي ترونه، وكذلك هنالك شارع صلاح خلف الذي ترونه هنا، هنا شارع النصر، وأيضا هنالك شارع عمر بن الخطاب بهذا الاتجاه، وهنالك أيضا فندق، وهو فندق المشتل الذي ترونه هنا بهذا الاتجاه. الجيش الإسرائيلي طبعا تمكن من الوصول إلى شارع البحر، إلى هذا المربع، وسيطروا على هذا الشارع تماما. هذا المربع كله أصلا أصبح تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي بكل تأكيد، ولكن كلما يحاولون التقدم باتجاه شارع صلاح خلف يواجهون مشكلة حقيقية، لأن الفصائل الفلسطينية متواجدة في هذه المباني بشكل مكثف، وهي تقاتل بشراسة كبيرة للغاية. هنالك حتى أنفاق موجودة بين المباني تستغلها هذه الفصائل، والمعركة طبعا وصلت إلى نقطة الصفر بالنسبة لهذه المناطق. بالتالي الجانب الإسرائيلي يحاول، ولكنه يتكبد إلى خسائر حقيقية، حتى أنهم تقدموا بالنسبة للجانب الإسرائيلي باتجاه فندق المشتل الذي تحدثنا عنه، واليوم سرايا القدس أكدت بأنها واجهت الجيش الإسرائيلي وأوقعته أساسا في كمين في هذه المنطقة، وأوقعت خسائرا في الجيش الإسرائيلي. وبالتالي الجيش الإسرائيلي اتخذ قرارا بعملية التقدم من هنا بهذا الاتجاه في العمق وفي عمق قطاع غزة بهذه المنطقة. تقريبا سيطرتهم تأتي إلى هذا الحد لسبب مهم، لأن يعني الجيش الإسرائيلي يريد التضييق على هذه القوات الموجودة في الوسط في هذه المباني، لتقول لهذه القوات بأنك ستحاصرين وسيتم إلقاء القبض عليكم أو القضاء عليكم أو محاصرتكم، وبالتالي ليس هنالك المزيد من الإمدادات لهم. طبعا الفصائل الفلسطينية لا يمكن لها السماح بذلك، لا يمكن لها السماح بأن تحاصر، ولا يمكن لها السماح بالجيش الإسرائيلي أو تسمح للجيش الإسرائيلي أن يدخل بشكل أكبر إلى عمق مدينة غزة. هذه ليست مرحلة الدخول، وبالتالي الفصائل الفلسطينية دخلت في اشتباكات كبيرة مع الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، وكانت هنالك تصريحات وبيانات من الفصائل الفلسطينية أكدت ببساطة بأن هنالك دبابتين قد تم إعطاء بها تماما من عملية التصدي لها بالأسلحة المضادة للدروع الخاصة بهم، وأيضا كان هنالك إعلانات مستمرة من الجيش الإسرائيلي. اليوم على سبيل المثال قالوا بأن قائد الكتيبة 53 من اللواء 188 المدرع قد قتل، وعندما يتمكنون من قتل قائد كتيبة يعني بأنهم قتلوا العديد من هؤلاء الموجودين في هذه الكتيبة، خسائر كبيرة للجيش الإسرائيلي في كل كمين يقعون به. ولكن هذه الحركة التي قاموا بها ساعدت الجيش الإسرائيلي في التقدم للسيطرة على شارع صلاح خلف والسيطرة وعبور شارع عمر بن الخطاب، لا بل الوصول
إلى هذا المخيم وهو مخيم الشاطئ الذي ترونه هنا. وصلوا إلى هذا المخيم اليوم صباح هذا اليوم ودخلوا في اشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية هنا، وهذا الأمر أصبح واضحا من مقطع مصور من داخل أحد الناشطين أو المراسلين الموجودين في قطاع غزة بهذا الشكل، وهو يصور مدارس الوكالة وهي تستخدم عليها ويطلق عليها قنابل دخانية مسيلة للدموع بهذا الاتجاه، يطلقون طبعا هذه القنابل ويحاولون التقدم وقصف مستمر على هذه المنطقة. وللتأكد طبعا من هذه النقطة تحديدا التي نتحدث عنها نأخذ عددا من العلامات من هذا المقطع. تلاحظ هذا الممر مع سياجين طبعا بكل تأكيد، هنا مثل المنصة التي تأتي عليها مظلة كما تلاحظون، مبنى ومبنى آخر، وهنا خزانات الماء واضحة وكبيرة. وأيضا نلاحظ بأن هذه ساحة محتمل أن يكون ملعبا في هذه الساحة بكل تأكيد، حالها حال أي مدرسة طبعا، وهذا سياج وسياج آخر وهذا هو الحائط. وبالتالي لدينا الكثير من العلامات التي ممكن أن نتأكد من خلالها ما إذا كان فعلا الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى هذه النقطة. إذا ما اقتربنا من مدارس الوكالة هنا ستلاحظ أن هذه المدارس وأن العلامات تتطابق تماما مع ما نراه هنا بهذا الاتجاه من هذه المدارس التي يتواجد فيها العديد من اللاجئين الفلسطينيين الذين يخشون أن تتعرض المنطقة بأكملها إلى الدمار، وهي تعرض إلى الدمار في حقيقة الأمر. وتلاحظ هذا هو الممر مع السياجين، هذه هي المظلة أو المنصة، وهذا مبنى، مبنى آخر، وهنا كما نلاحظ خزانات الماء، وهذه هي الساحة التي اتضح فعلا بأنها ملعب. ونلاحظ هنا أيضا سياج أول سياج ثاني وهذا هو الحائط، وبالتالي كل شيء يتطابق، وهذا يعني أن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى مخيم الشاطئ طبعا وأصبحوا موجودين في هذه المنطقة، وهذا يفتح تهديدا كبيرا على المنطقة بأكملها، لأن هذا المخيم هو يعتبر من ضمن منطقة الرمال التي تعتبر العاصمة الإدارية لمدينة غزة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي تخيل أنه وصل الآن في ظل هذه المعطيات الجديدة إلى هذه المنطقة، وأصبح حتى يهدد شيخ رضوان هنا التي لا زالت الفصائل الفلسطينية تسيطر عليه، ولكن المسير بهذا الشكل يعتبر قويا خاصة في ظل التقدم في العمق الذي نتحدث عنه للجيش الإسرائيلي. وبالتالي هم يبحثون فعلا الجيش الإسرائيلي محاصرة الفصائل الفلسطينية التي تتواجد في الوسط، ولكن بتكاليف باهظة، خسائر كبيرة تقدمها إسرائيل من أجل تحقيق كل تقدم في كل متر من هذه المعركة. بالتالي يوم أمس كنا أمام هذه الخارطة واليوم نحن أمام هذه الخارطة. لاحظ كيف تغيرت الأمور باتجاه شارع صلاح الدين أو باتجاه مدينة الرمال المهمة للغاية، وكذلك بيت حانون. لاحظ كيف تغيرت، تغير كبير للغاية. إسرائيل فعلا تتقدم على الأرض، وموقع أكسيوس قد أكد بأن هنالك أكثر من 20,000 جندي إسرائيلي الآن موجود في قطاع غزة، في شمال قطاع غزة أغلبهم، ومئات الدبابات الإسرائيلية أصبحت داخل هذه المنطقة. وإسرائيل واضح تريد قطع الطريق بهذا الاتجاه، وتريد أيضا أن تقوم بقطع المنطقة بهذا الشكل من طبيعة التقدم الخاصة بها، لأن الفصائل الفلسطينية تستفيد تماما من المياه باستخدام صواريخ جديدة تستهدف من خلالها طبعا المدمرات وغيرها التي تأتي تحت الماء بكل تأكيد لتستهدف مدمرة أو سفينة أو أي شيء تابع للجانب الإسرائيلي، ولا نعلم إذا ما كانوا سيستهدفون الأمريكيون طبعا أو الأمريكان إذا ما تقدموا، القوات الأمريكية إذا ما تقدمت في هذه المنطقة. وبالتالي يريدون طبعا الجانب الإسرائيلي الاستمرار في خلق هذه المنطقة الآمنة كما هو واضح وكما هو معتاد بالنسبة لهم، ولكن أيضا في نفس الوقت هنالك مشكلة جديدة للجانب الإسرائيلي، هم غير قادرين الآن على قصف شمال قطاع غزة كما كانوا يفعلون في الأسبوعين الماضيين، لأن هنالك كما تحدثنا أكثر من 20,000 جندي ودبابات ومدرعات النمر وغيرها الإسرائيلية وحتى روبوتات خاصة بهم. بالتالي من الممكن أن يكون هنالك أخطاء كبيرة عسكرية من الممكن أن يتورطون فيها طبعا ويوقعون خسائرا في الجيش الإسرائيلي. بالتالي الفصائل الفلسطينية أصبحت الآن في موقف تستطيع من خلاله القتال بضراوة في كحرب شوارع وحرب حقيقية، حرب عصابات ضد الجيش الإسرائيلي. بالتالي الآن ستصبح المعركة
أصعب، وسنسمع خسائرا أكبر بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لأنه بحاجة للسير من منزل إلى منزل، من نقطة إلى نقطة، وهذه هي المعركة الأصعب على أي جيش في العالم عندما يدخلون في مثل هذه المناطق المكتظة بالسكان وفيها قوات مثل كتائب القسام أو سرايا القدس أو غيرها من هذه القوات. طبعا الجيش الإسرائيلي أيضا يهيئ، كما نلاحظ من طبيعة التقدم هنا من هذه الخارطة من الوور مابر، يتقدم بنقاط بسيطة باتجاه خان يونس وباتجاه رفح، لأنه يبحث أيضا عن خلق المنطقة الآمنة مرة أخرى، وهذه تهيئ وواضح جدا أنهم يهيئون لمحاصرة خان يونس، وكذلك خلق أيضا ودير البلح لمحاصرتها أيضا بخطين طبعا أو بطريقة الأفعى، كما كانت تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في غزو العراقي في عام 2003، يتحركون برتل واحد من أجل السيطرة على المنطقة. بالتالي الأمور تتصاعد بشكل خطير في هذه المعركة، وأيضا تتصاعد على مستوى المنطقة، وأصبحنا الآن في نقطة نستطيع القول بأنها أخطر نقطة على الإطلاق تمر على منطقة الشرق الأوسط، لأن طبعا جماعة الحوثي بعد إعلانهم للحرب على إسرائيل لا زالوا يستهدفون الجانب الإسرائيلي بشكل مستمر إلى يومنا هذا بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، ولكن حتى هذه اللحظة بلا نجاح لنكون واقعيين بالنسبة لجماعة الحوثي، لم تتمكن من استهداف أي شيء في الداخل الإسرائيلي بسبب المنظومات الدفاعية الموجودة في البحر الأحمر وفي المنطقة بأكملها، وحتى إسرائيل لديها منظومات دفاعية، بالتالي لا تحقق شيئا جماعة الحوثي، ولكن موقفها إعلان الحرب هو يعتبر تصعيدا كبيرا. وأيضا أن الفصائل في العراق دخلت في الإنذار جيم، هنالك تظاهرات أيضا وتحشيدات يريدون التحشيد باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية يوم السبت القادم بالنسبة لهذه الفصائل. بالنسبة أيضا وفي نفس الوقت هنالك زيارة قد تحدثت عنها الصحف اللبنانية وصحيفة طبعا الجديدة اللبنانية، التي أكدت بأن إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني قد وصل إلى بيروت إلى لبنان، ويوم غد ننتظر كلمة من الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، ترقب كبير جدا مع هذه التطورات والتحركات في المنطقة بأننا قد نكون أمام كلمة كبيرة، في ظل أن حزب الله اللبناني الآن يصعد ونحن نتحدث يصعد من استهدافاته على العمق الإسرائيلي بضربه 19 هدفا مرة واحدة وترسانة صاروخية كبيرة لحزب الله. ننتظر ونرى ما الذي سيحدث، ولكن أيضا يجب أن ننتبه بأن جيرالد فورد موجودة حاملة الطائرات الأمريكية، ويوم أمس في 24 ساعة الماضية تم تأكيد وصول حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة دوايت آيزنهاور، وبالتالي بالنسبة للولايات المتحدة حاضرة في هذه المنطقة أيضا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب في حالة تصاعدت الأمور بشكل أكبر. وأيضا هنالك تطورات على مستوى العلاقة بين الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، هنالك تطور بالنسبة للجانب البحريني. طبعا الجانب البحريني اليوم اتخذ قرارا بسحب سفيرهم من إسرائيل مباشرة، وعدد أيضا من الدول العربية اتخذت ودولة عربية أخرى اتخذت هذا القرار أيضا. وطبعا القرارات هذه توضح بأن إسرائيل بدأت نوعا ما تعاني على المستوى الدبلوماسي والسياسي في طبيعة العلاقات، هي لديها علاقات مع البحرين، ولكن الآن السفير البحريني قد سحب. أيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كما نعلم بأنها الآن أوقفت مسألة العلاقات مع إسرائيل بسبب الفظائع الإنسانية التي تحدث من هذه المعركة الخطيرة للغاية، وأيضا واضح جدا أن إيران استفادت كثيرا من هذه المسألة بأن الدول العربية بشكل عام الآن تباطأت في مسألة التطبيع حتى من الدول التي لديها علاقات مثل البحرين بكل تأكيد. وبمعلومة خاصة قد تحصلنا عليها هنا قبل قليل في برنامج رأس سطر على قناة التغيير الفضائية، بأن بداية الأسبوع القادم ستكون هنالك قمة عربية مهمة للغاية في المملكة العربية السعودية، التي تبحث طبعا عن تحقيق نتيجة عن قرار مهم لاستقرار المنطقة. فالسعودية بعقلها النير وبحكمتها في المنطقة تريد استقرارا، لا تريد هدوءا، تريد علاقات أفضل، لأن هنالك نظرة مهمة مستقبلية بالنسبة للسعودية، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد أن يكون الشرق الأوسط شرق أوسط مزدهر، شرق أوسط مثل أوروبا بل حتى أفضل من أوروبا، وهو أعلن عن
عن هذا الأمر سابقا، وبالتالي الكل يترقب الدورة السعودية. المملكة العربية السعودية لديها مكانة كبيرة في قلب الأمة العربية بشكل عام، ومن الممكن أن نتوقع شيئا، لأن السعودية علاقات مهمة لديها وربط مهم للدول العربية، وبالتالي يجب علينا أن نترقب ما الذي سينتج من هذه القمة التي قد نرى أيضا دولا مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة فيها. ننتظر ونرى بكل تأكيد.